محمد يا رسول الله، محمد يا رسول الله، محمد يا رسول الله، يا نبي الله، يا حبيب الله، يا رسول الله، يا محمد، يا رسول الله. دعوة إبراهيم ونبوءة موسى ترنيمة داود وبشارة عيسى. دعوة إبراهيم ونبوءة موسى ترنيمة داود وبشارة عيسى. صلى الله على محمد رسول الله. محمد يا رسول الله، يا حبيب الله، يا نبي الله، يا أمين الله، يا محمد، يا رسول الله. الله عليك. الله 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 عليك يا سيف، وكل سنة وانت طيب. كل سنة مش طيبة يا نهى. مساء الخيرات والأنوار على كل مشاهدي قنوات دي ام سي في كل مكان. خطوة دايما عزيزة جدا في بيت السفير عزيزة. كل سنة والأمة العربية والأمة الإسلامية بألف خير، ومناسبة السنة الهجرية الجديدة يا رب يتقبل مننا، يا رب يرضى عننا، يا رب يغفر لنا جميعا ويمتع كل الناس بالصحة والسعادة وراحة البال بالرزق والسلام والسلامة، ويحفظ مصر ويحفظ الوطن العربي ويحفظ العالم كله. وإحنا بنستقبل مع حضراتكم أول أيام العام الهجري الجديد 1445. يا رب سنة تكون مليئة براحة البال، بالطمأنينة، بالجود والكرم في كل شيء. كل سنة حضراتكم بألف صحة وسعادة وخير، ودايما معانا على دي ام سي ومعانا في بيت السفير عزيزة. كل سنة وانت طيبة يا نهى، ويا رب كل أمنياتك تتحقق. يا رب يا جاسمين كل سنة وانت طيبة، ويا رب انت كمان كل أمنياتك تتحقق. ومساء الفل على كل متابعي قنوات دي ام سي وكل متابعي برنامج السفير عزيزة. كل سنة وحضراتكم طيبين، كل سنة والوطن العربي والوطن الإسلامي كله بخير يا رب وسعادة وصحة. ربنا يجعلها سنة سعيدة على الأمة الإسلامية والأمة العربية، تبقى كلها خير وسعادة على كل الناس يا رب إن شاء الله في كل مكان إن شاء الله بإذن الله. يعني إحنا النهاردة بنحتفل مع حضراتكم بمناسبة جميلة، ودايما بنستنى المناسبات الدينية اللي بتبقى مليئة بالروحانيات ومليئة بالمشاعر والأحاسيس الجميلة اللي كلنا بنستمتع بيها مع بعض علشان نستمتع بفن الإنشاد الديني. الحقيقة الإنشاد الديني بيعمل حالة مختلفة تماما عن أي نوع آخر من أنواع الفن والغنى. بيعيشنا في مود آخر، بنبقى معاه بنحس بروحانيات، بنحس بسلام ونقاء نفسي يمكن بنكون مفتقدينه في أيام أخرى. النهاردة هنستمتع مع حضراتكم بلهيات دينية ونشيد دينية، والجميل إن هو بصوت رائع وشاب يعني بيغني وبيشدو في حب النبي عليه الصلاة والسلام. النهاردة معانا المنشد سيف الدين حسن اللي بدأنا الحلقة بصوته الرائع
وطلته الجميله منورنا. كل سنه وانت طيب. بنور حضرتك وكل سنه وانت رائع وجميل. وشكرا جدا على الاستضافه والمقدمه الجميله دي. صوتك جميل جدا جدا جدا، يعني مش مستغربه الله. لما قبل الحلقه وانا بقرا كده معلومات عنك انك انت فزت بالمركز الاول على الجامعات والمعاهد كلها في اللي بتعلم الانشاد الديني. الحمد لله، والله ده شرف ليا وفضل وكرم من ربنا وبركة مدح سيدنا النبي لما حوطاني في كل خطوة بخطو بيها، ونيتي هي نشر الصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. انت كمان كنت اول منشد في سن صغير، كان عندك 11 سنة تم اعتمادك كمنشد في النقابة، صح؟ مظبوط. ازاي يعني ايه اللي اهلك في السن الصغيرة دي ان انت يتم يعني تبقى منشد في النقابة؟ لا وبعدين معلش سوري ان انا قطعتك، بس في السن الصغير ده الواحد بيبقى كل تفكيره في اللعب والانبساط والخروج والاصدقاء، مش بيفكر في الانشاد. ما انا لما كبرت قالوا لي ان موهبتك هي دي. فلما يعني بدايتي كلها احنا من بيت قران واذاعه القران الكريم بتبقى شغاله عندنا طول الوقت، فدايما بسمع بقى المبتهلين والاعلانات بتاعه الراديو كمان، يعني ممكن نتكلم عليها بعدين، ان انا مش بس بقى الانشاد ده، اي حاجه انا بسمعها بحاول ان ما اجي اجرب شخصيتي فيها، ما اجي احاول اقلدها. يعني حسيت ان ربنا اعطاني موهبه وهدفي اني اوجه الموهبه دي لخدمته، اوجه الموهبه دي ل يعني مطيلا بينا نعمل بيها حاجه كويسه، مطيلا نبعد بقى عن كل الحاجات اللي بتخلينا نعمل كده ونتجه او نسلم بيها لحاجه كويسه. فبالنسبه للاعتماد انا يعني اتعرفت على مدرسه الانشاد الديني عن طريق شيخي محمود ياسين التهامي، انا بوجه له تحيه، وهو طبعا كان يعني اول من اخذ بايديا وحطيني على الطريق واعطاني فرص كتير جدا. كان وقتها عندك كام سنه؟ انا كان عندي 11 سنه. لا ساعه ما تم اعتمادك كنت 11 سنه بالظبط، ولكن قبل كده يعني انا عايز ارجع سنتين مثلا قبليها علشان توصل للاعتماد. هو في الاول انا دخلت مدرسه الانشاد الديني مع بقى كبار ومبتهلين ومشايخ وكده، ناس صعبين جدا ما شاء الله. انا دخلت كمستمع، دخلت طفل كده وبقعد على جنب لغايه ما اخذ باله مني الاساتذه وكان الشيخ محمود، وحب ان هو يسمعني في اللي هم كانوا بيحفظوه وبيتدربوا عليه. فالحمد لله قلته بشياكه، قلته حلو جدا. يعني انا فاكر الوقت اللي قلته فيه وما كانش عاجبني ان كان كذا حد عمل خطا، فقلت له هما بيعملوا كده بس بص انا هقول لك الحلو بتاعي. طب فاكر كانت ايه اول حاجه غنيت اول حاجه قلتها؟ هما كانوا بيقولوا توشيح اسمه امدح المكمل، ده للشيخ محمد الفيوم. التوشيح ده كان صعب جدا. طب ممكن تسمعه لنا؟ قوي قوي طبعا. أمدح المكمل أحمد الرسول النبي المفضل صاحب القبول الغمام من بي تماثل نال كل سون صاحي سر مجدا نحوه وزور وارجو مستبدا للمحب بالحبوب.
جميل جميل يا سيف. اتعلمت بقى العزف على العود في الأوبرا ولا فين؟ أو طبعا اتعلمت في الأوبرا، والحمد لله كان دكتوري دكتور عاطف عبد حميد عميد كلية التربية الموسيقية الأسبق، والحمد لله كان أدائي سريع جدا بفضل أن أنا كنت بعتمد على ودني أكتر. وصراحة خليني أقول لحضرتك أن أنا ما اتعلمتش على طول في الأوبرا، أنا جبت عود وفضلت قاعد لوحدي في البيت كتير. كنت بتعلم نفسك بنفسك؟ اتعلمت لنفسي مثلا ممكن نقول فترة 4 شهور، وهي كانت فترة الدراسة الصراحة، لأن كان والدي قال لي لازم تتفرغ عشان يعني وقت الأجازة نبدأ نتعلم. فجبت العود وفضلت معلم نفسي واحدة واحدة، وبدأت أقول الأناشيد وبدأت أتعلم مع نفسي. ولما دخلت الأوبرا مفروض في ليفل 1 ليفل 2، أنا دخلت على طول على ليفل 3. مستواك كان يأهلك أنت؟ الحمد لله. وما كنتش متخيل أنا أقدر أعلم نفسي بنفسي، ولكن لما كبرت عرفت ان افضل فرصه هي بقى السيلف ليرنينج. فالحمد لله يعني كان فرصه حلوه جدا. طبعا طبعا. طب وانت وحصلت على الريشه 7 صح؟ اكيد. دي بتبقى ليفلز في العود، والحمد لله انا تطورت فيها وبدات بقى اكبر في حاجات تانية كتير يعني. طب قولي يا سيف، ايه موضوع الفويس اوفر؟ يا الله. شفت احنا عارفين عنك كل حاجه. طبعا ده يشرفني يعني. طبعا انتوا عارفين الفترة اللي بيتغير فيها الصوت، يعني من صوتنا بيبقى عامل فيها كده لصوت بيتكلم كده. فاحنا الفترة دي الشباب، انا هتكلم باسم الشباب الصراحة، ما بقاش فاهمين انا صوتي هيبقى رفيع ولا صوتي هيبقى تخين. والفترة دي بقى انا كنت بكتشف فيها صوتي كواحد مش شاب وبيتغير، ده كموسيقي. والحمد لله اقدر على اقول على نفسي موسيقي، لاني الحمد لله عندي الخبرة الكافية تخليني بقى ايه يعني الحمد لله حصلت عليها بدري قوي، ان وقت ما ده يحصل في صوتي انا عارف ده ايه اللي بيحصل، وعارف المراحل دي اتعامل معاها ازاي، وعارف امتى انا يبقى عندي حفله ايه المساحات الصوتيه. ففي الفتره دي كنت بكتشف نوع تاني من عالم الميديا زي ما بتقولوا، وهو مجال الاعلانات. فطبعا اخدت اكتر من دوره بحيث ان انا اتعلم بقى ازاي اوظف مخارج الحروف، وازاي اتحكم بالهاي واللو واللغه وكده. الحمد لله يعني احترفت مجال الفويس اوفر، وبقى ده يعني بشتغله كده كفريلانسر، وبشتغل بقى في مجال الاعلانات بقى ك يعني دوكيومنتري ولغه عربيه واخبار كمان. فالحمد لله يعني. برافو عليك. على فكره كان احنا عارفين برضو ان قناه الناس كانوا عاملوا لك زي فيديو كليب صح؟ ايوه. احكي لنا بقى الكواليس، يعني ازاي اتعرفوا عليك او انت اللي رحت لهم؟ طبعا انا بوجه شكر برضو لقناه الناس وكل المديرين وعليها، لان هم برضو من اوائل الناس اللي حاطط سبوت عليا ان ده يجي منه كتير. فهم صراحه اشتغلوا عليا جدا من ناحيه الفرص، من ناحيه الدورات اللي كانوا بيعطوها لي كمان. انا احب اسال على حاجه فقالوا لي خد ده هتساعدك، روح للراجل الفلاني، فكانوا بيساعدوني. فكره بقى الفيديو كليب، وده طبعا يعني كان فولكلور شعبي، وتوزيع الفنان عمرو مصطفى. جميل. فالحمد لله ده كان يعني لما نزل وقتها كان بيتعرض 24 ساعه بقى في قناه الناس، يعني الناس كلها حافظه الله على نور رسول الله بصوت سيف. وطبعا بقى انا اتصيدت في مدرسه الانشاد بقى وسط زمايلي وفي المدرسه عندي. بتعرف توازن ازاي ما بين الدراسه و مجال الانشاد الديني؟ واضح ان هو محتاج مجهود، يعني هو مش هوايه، انت واخده بشكل احترافي. يعني انا اقدر عن نفسي دلوقتي شاب، يعني يتقال عليا شاب ولا لا؟ طبعا خلاص. انا لسه تمام 20 من يوم، يعني من شهر. كل سنه وانت طيب. يعني ممكن الشباب او الاطفال الصغيرين بذاكر والعب كوره، او بذاكر والعب بلاي ستيشن. انا كنت بذاكر واتعلم حاجه جديده، اذاكر ويلا نروح هنتعلم التوشيح الفناني، ما تيجي ندرب صوتنا في الحته دي. فكانت هي دي هوايتي، يعني كان اغلب وقتي رايح ناحيه السكه دي. ما كانش بيعطلني ان الحمد لله كنت بعرف اوفق ما بينهم، ما كنتش بخلي حاجه تيجي على حساب حاجه. مع ان كان الانشاد وقتها او فترة تعليمي واكتساب الخبرة دي كانت بتاخد مني مجهود كبير طبعاً. جدا أكيد. يعني زي مثلا ما الرياضي بيبقى وقت البطولات مضغوط جدا، أنا كانت وقت الحفلات بقى بروفات ونبات ومتأخر وهكذا. فده اللي خلاني أعرف أوفق بقى، يعني ده الضغط اللي أنا كنت بتعرض له وقت الحفلات، يعني الصراحة ده بيبقى أحسن وقت بمر بيه. مش ضغط صراحة، ده اللي كان بيخليني أتعلم بقى إزاي أوفق ما بين المذاكرة وأذاكر في الطريق إزاي والحاجات دي كلها يعني. طب إيه أكتر التواشيح اللي أحب إلى قلبك؟ هو كان أمدح المكمل صراحة. هو أول توشيح اتعلمته هو يعني زي ما بيقولوا حط سبارك كده في قلبي، والله الشرارة. يعني إحنا دايماً لما بنيجي نقعد وقت الفجر أو وقت اللي بنسمع فيه ابتهالات كده في سكون،
الحاله اللي بنسمو فيها دي وصلت لي بدري قوي. فحتى ده اللي جدد نيتي، اللي هو انا ليه ما اسلكش الطريق ده؟ ليه كمان مش بس يعني احب ان انا ابقى منشد، ليه ما بقاش اعلم بقى الناس اللي زمايلي، اعلم اللي اصغر مني. وممكن الناس تعتبرني كده يعني مثل من ضمن الامثله، اللي هو لا يعني انا حابب اسلك الطريق ده. حلو قوي. وصراحه يعني انا مبسوط جدا الفتره دي من يعني المنشدين الكتار اللي بقوا على الساحه، وان كمان إن انا في الاول كنت بقول نفسي الانشاد يبقى في كل الاوقات مش وقت المناسبات. صحيح. واصبح ان الانشاد دلوقتي ممكن نفتح السوشيال ميديا موجودين ومشهورين وما شاء الله، يعني انا شدهم بسلم على زمايلي دلوقتي مكسرين الدنيا. واحنا عايزين برضو نستمتع بصوتك اكتر عبال ما تستعد كده وتفكر هتقدم لنا ايه. انا صراحه يعني ايوه انا عامل لكم مفاجاه بسيطه. واحنا عارفين ان احنا في الاحتفالات يعني مربوطه عندنا بالاكل، ده حقيقي، زي عاشوره مثلا. بالظبط. ومثلا العيد هي لحمه، فاهماني؟ حتى لو في رمضان هحطه برضه. والعيد والكحك. والعيد والكحك. فاسمحوا لي اقدم لكم هديه صغننه كده. ده يعني كرم منك والله. يا صبر. لا ابدا. جميله جدا. احنا بيبقى متعارف علينا ان وقت الاعياد بيقدموا ايه؟ يعني والذكرى اللطيفه دي. رز بلبن. ده مش رز بلبن بس، ده عليها كمان زبيب، يعني مدلع عينكم قوي. ميرسي 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 جدا جدا جدا. تسلم ايديك. ثانك يو. ده انت مدلعنا على الاخر يعني. طب احنا ايه رايك بقى ندوق واحنا بنستمع الى صوتك؟ طيب يلا بينا. هجيب معلقه. هتسمعنا ايه؟ انا شلت لهم طبعا شويه اطباق ورا الكاميرا فعلا. ايوه عشان ما حدش وهم بيتفرجوا علينا ما نزورش. صح بالظبط كده، محدش يبقى عينه في رز اللبن بتاعنا. نور اشهر اغنيه ووقت يعني ليه تسمى السنه الهجريه لقدومه صلى الله عليه وسلم من مكه الى المدينه. فلما استقبلوه بايه؟ طلع البدر علينا. طبعا. والله ما طلعت شمس ولا غروبت، والله ما طلعت شمس ولا غروبت إلا وحبك مقرون. ولا غدوت إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي. صوتك رائع.
رائع وجميل أوي أوي أوي. ومرسي على الرز بلبن التحفة ده، حاجة بسيطة جدا والله، هدية رائعة. انت طبعا هديتنا النهاردة لان حقيقي صوتك جميل جدا، وكل الابتهالات والانشدة اللي انت بتقولها لنا دي والتواشيح الحقيقة اكتر من رائعة. شكرا والله. طب انا طماعة ونفسي اسمع حاجة كمان. طبعا. بس انا عايز اسألك حاجة بقى قبل ما نسمع حاجة كمان، هل المنشدين بيبقوا دايما حاصرين نفسهم بس في مجال الانشاد الديني؟ يعني انت وانت قاعد في البيت كده هتغني لازم حاجه ابتهالات، حاجه اناشيد دينيه، ولا ممكن تغني حاجه مثلا لعبد الوهاب، حاجه لعبد الحليم، اي حاجه والله مثلا أنا حديثه؟ انا كسيف بسمع لكل اللي موجودين حاجة على الساحه. وبتغني؟ هقول لحضرتك انا اخترت اني يبقى يعني ايه، ان لما حضرتك تسمعيني ابقى اوصل صوتي عن طريق الانشاد، ولكن في نفس الوقت انا بحب اقدم جدا الاغاني الاجتماعيه زي حمزه نمره والحاجات دي، طبعا يعني تحفه 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 الصراحه. فكره ان ايه، انا تخصصت في المجال اكتر، تخصصت والحمد لله احترفته كمان، فطبعا حابب اكمل فيه الى الاخر، بجانب طبعا الحاجات الثانيه اخرى، وبجانب طبعا ما فيش اي مشاكل طبعا الواحد يقول اي حاجه، ولكن الـ ممكن يقول الرول بالنسبه لي هي لا تخالف، وبقى لا يعني الحاجات في المعايير وفي الاشكال السليمه طبعا يعني. ها هنسمعنا ايه بقى دلوقتي؟ فانا صراحه عايز اذكر صاحبي مصطفى عاطف، وهو نجم كبير جدا طبعاً وفنان بنحييه وبنقول كل سنه وهو طيب طبعا، وهو كان جميلة. من الاشخاص اللي يعني اللي دايما متابعاني وبتهنيني، فكان عامل اغنيه جميله جدا من مكه للمدينه، فايه رايكم تسمعوها؟ يلا يا ريت يا ريت. بكر رضي الله عنه هاجر نبينا المصطفى صلوا عليه، من بعد ما الكفار اتفوا على جلوه كان الكفار قاعدين مستنيين ظهوره، مش عارفين ان ربنا هيتم بنور، أنزل غشاوة عليهم عمت عينيهم، وخرجنا بينا وسطهم ولا حد لامحوا، مشيوا ورا والحد الغار وصلوا إليه، كان الحمام والعنكبوت حراس عليه، خاف الصديق وطمنوا نبينا قالوا ما تخافش علي ربه حافظه، من مكة للمدينة يا سيدنا وصاحبه صاحب الصندي أبو بكر رضي الله عنه، هاجر نبينا المصطفى صلوا عليه، من بعد ما الكفار اتفقوا على قتله. بجد بجد ربنا يحميك وربنا يحفظك، وتفضل دايما بتمتعنا بصوتك الجميل ده وبكل التواشيح والابتهالات الجميله دي. ربنا يبارك في حضرتك والله. كل سنه وانت طيب،
ومرسي قوي ان انت اولا على الهديه الحلوه دي اللي انت دخلت عليها البيت النهارده علينا، وكنا مبسوطين ان انت كنت معانا النهارده واحنا بنحتفل بعام هجري جديد، وان شاء الله يكون هذا العام وشه عليك انت كمان يا رب حلو علينا كل نجاح وكل توفيق وتحقق كل امنياتك واحلامك يا رب علينا وعليكم، وكل سنه والاسره المشاهدين بالف خير، وشكرا لاستضافتكم الجميله دي والحلقه اللذيذه دي، يعني يا رب تكون عجبتكم برضه. جدا نورتنا نورتنا يا سيف. خليك معانا بقى علشان احنا هنطلع من هنا هنروح دلوقتي مع السادة المشاهدين، هنروح العالمين الجديدة، مهرجان العالمين الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط، العالم عالمين اللي كل يوم بيكون فيه أحداث فنية وترفيهية ورياضية، يعني كل لحظة بيكون في حاجة جديدة. دلوقتي هنتعرف مع حضراتكم أكتر عن جدول الفعاليات اللي هيبدأ إن شاء الله من يوم 21 بحفلة النجم تامر حسني. تعالوا نشوف التفاصيل ونعرف أكتر من مراسلنا اللي هناك محمد سعد. مساء الخير يا محمد. تحياتي لكل الزملاء في الاستوديو، تحياتي لكل الساده المشاهدين. ما زلنا بنتابع فعاليات مهرجان العالمين، العالم عالمين. يمكن احنا دلوقتي نستعد لحفل الفنان تامر حسني اللي هيبتدي يوم 21 القادم. طبعا في عدد كبير جدا من الجمهور يعني بدا يجي على مدينه العالمين عشان يحضر حفل الفنان تامر حسني، ده غير طبعا الاقبال الجماهيري الكبير على فعاليات المهرجان المختلفه. طبعا فعاليات المهرجان طبعا بدات من الأسبوع الماضي، وطبعا بنستكمل فعاليات المهرجان خلال الأيام القادمة من خلال حفل الفنان تامر حسني اللي هيكون يوم 21. كمان عندنا بطولة أو عرض الطائرات الار سي هيكون بداية من يوم 20 ل 22 سبعة، ده كمان بالإضافة للبطولة الدولية للبادل هتكون من يوم 26 ل 29 سبعة. كمان بطولة الترايثلون، ودي طبعا عبارة عن ثلاث أو رياضة، ثلاث رياضات، رياضة السباحة ورياضة الجري ورياضة ركوب الدراجات، هتكون بداية من يوم 3 ليوم 5. أما السباحة هتكون في البحيرة، أما عرض الجري طبعا أو مسابقة الجري هتكون خلال ممشى العالمين السياحي، ده بالإضافة كمان لسباق الدراجات، ده هيكون عن طريق العالمين اللي طبعا لسه معمول جديد وبشكل جميل جدا، يعني خدمات عامة مهمة جدا 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 بقت موجوده في مدينه العالمين. قابلنا ناس كتير، قابلنا جنسيات مختلفه من كل الدول العربيه، خاصه ان في بطوله الجودو العربيه، فبدا احنا دلوقتي بنقابل جنسيات مختلفه من الاشقاء من دوله السعوديه، من الامارات العربيه، من دوله الكويت، من الجزائر، من المغرب، قابلنا جنسيات كتير جدا عربيه موجوده في مدينه العالمين دلوقتي، ده غير طبعا المهرجان متاح لكل الناس، فئات عمريه مختلفه جت مدينه العالمين، كمان فئات اجتماعيه مختلفه جت مدينه العالمين. الكل عرض او مهرجان العالمين متاح لكل المصريين ان هم يجوا يحضروا ويشوفوا الشواطئ الجميله في مدينه العالمين. مدينه العالمين دلوقتي طبعا فيها سلسله من اهم الفنادق في العالم، يعني زي ما انتم شايفين يعني ورانا دلوقتي مجموعه من الابراج اللي حضراتكم شايفينها، الابراج الشاطئيه الجميله اللي طبعا اتشهرت جدا بيها مدينه العالمين الجديده. الابراج دي عباره عن طبعا في ابراج سكنيه وفي ابراج فندقيه، ده غير طبعا الخدمات المتوفره في كل الاماكن، غير طبعا سيارات الامن اللي بتحاول تامن المهرجان وفعاليات المهرجان. عندنا كمان عرض الازياء الفاشن شو اللي المايكل سينكو المصمم الازياء العالمي مايكل سينكو، هيكون من يوم 10 ليوم 12 اغسطس. كمان البطوله الدوليه للسيارات اللي هي طبعا الزلاجات المائيه، ده هتكون طبعا من يوم 17 ليوم 19 8. اما عن حفل توزيع الجوائز العالمين اووردز، ده هيكون من يوم 23 ل 26 8، ده هيكون طبعا هيتم فيه تكريم اهم الشخصيات في الوطن العربي، كمان هيتم توزيع في الجوائز لفعاليات المهرجان، يعني الكل متحمس لمهرجان العالمين. هنتابع معاكم كل يوم فعاليات مهرجان العالمين لحظه بلحظه. كمان عندنا المهرجان بيقام في ثلاث اماكن، منهم النورث سكوير، ارينا العالمين، ودي طبعا هيكون فيها الحفلات الغنائيه لحفله تامر حسني، كمان حفله الموسيقار عمر خيرت، وحفله الفنانه اليسا، وحفله الفنانه نانسي عجرم، وحفل الفنان راغب علامه،
وحفل فريق كاريوكي وحفل الراب العالمي روس. هنتابع معاكم كل فعاليات المهرجان خلال الايام القادمه، وكل يوم هنكون ليكم رساله، هنتابع معاكم لحظه بلحظه كل فعاليات مهرجان العالم عالمين. عوده اليكم مره ثانيه. بنشكر مراسلنا من العالمين محمد سعد على كل التفاصيل والاستعدادات على مهرجان العالمين، ونخرج لفاصل ونرجع نكمل بقية فقرات بيت السفير عزيز.